وللمزيد من المتابعين انضموا الينا هاتفيا الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام. استاذ جميل، بعد التحيه، كيف ترى الجهود المصريه لاجلاء المواطنين المصريين من السودان مع الوضع في الاعتبار ان هذه ليست المره الاولى لمصر التي تجلي فيها رعاياها من مناطق نزاعات؟ هو طبعا دور مهم جدا للدوله المصريه تجاه رعاياها في اي مكان في العالم وليس في السودان فقط. احنا شفنا في السودان وان في ازمه حقيقيه على الارض وان هناك خطوره لنقل المواطنين، ولكن الرعايا المصريين، ولكن الاجهزه الامنيه استطاعت ووزاره الخارجيه ان في اداره ازمه تم تشكيلها لتامين وصول المواطنين المصريين المتواجدين على ارض السودان الى الحدود المصريه عن طريق البر. وبالطبع ده من خلال برضو أيضا الاتصال مع المواطنين وتطمين ذويهم بشكل كبير جدا أن الأمور تسير بشكل جيد وسيتم نقل المواطنين المصريين المتواجدين في السودان إلى الحدود. طبعا دي زي ما حضرتك بتقول هي مش المرة الأولى، ومش المرة الأولى في وقت أزمات كتيرة الدولة المصرية بتنقل رعاياها. احنا لو تذكرنا ما حدث في افغانستان وانسحاب القوات الامريكيه ووصول طالبان الى الحكم، قدرت الدوله المصريه انها توصل الى افغانستان وقدرت ان هي تجمع كل المواطنين المصريين المتواجدين في كل الولايات وتعيدهم الى مصر في ازمنه قياسيه. شفنا قبل كده ما حدث مع المواطنين المختطفين اللي كانوا في ليبيا، شفنا الصيادين اللي بيتعامل معاهم في البحر الاحمر، وايضا من قبل ايضا كان هناك في العديد من دول العالم استطاعت الدوله المصريه انها تتحرك وتنقل المواطنين بشكل سريع. حتى في وقت ازمه كورونا مصر قدرت انها توصل لووهان وتنقل المصريين المتواجدين هناك وتعيدهم مره اخرى الى الدوله المصريه. اذا الدوله المصريه تضع اهم اولوياتها المواطن المصري في الداخل والخارج، سلامه المواطن المصري في الخارج اذا كان في مكان في ازمات او في اقتتال وتقدر ان هي توصل لهم، ولكن هي بتحدد الوقت المناسب لنقل المواطنين طبقا للاجراءات الامنيه والحفاظا على سلامه المواطنين المصريين. طبعا جهد عظيم وجهد مميز يثمن للدوله المصريه ما تقدمه لمواطنيها. ولو هنشوف ان الدوله المصريه هي بتكون الدوله الاولى اللي بتستطيع انها تدخل هذه المناطق وتقدر ان هي تنفذ عمليات اخلاء بسلام وتحافظ على سلامه المواطنين المصريين في كل اماكن الصراعات او النزاعات. نعم، اتسم ايضا تعامل اجهزه الدوله المصريه استاذ جميل مع الجزء الخاص باجلاء الرعايا المصريين بالاحترافيه الشديده. كيف ترى هذا التنسيق مع الوضع في الاعتبار ايضا عدم انتهاء بعض الدول دول العالم من اجلاء رعاياها حتى الان؟ احنا لو شفنا ان الدوله المصريه تعاملت بمنتهى الاحترافيه منذ عده ايام عندما كانت الدوله الاولى اللي استطاعت ان هي تنزل الى الخرطوم وتجلي 177 مواطن مصري من هناك، وقدرت في يعني هي الدوله المصريه الدوله الاولى اللي قدرت ان هي تخرج رعاياها من السودان هي الدوله المصريه. وايضا على الجانب الاخر هي رغم ان في دول عظمى ودول كبرى رعاياها متواجدين في السودان الا ان العلاقات المصريه الطيبه بجميع الاطراف من خلال سياسه الخارجيه المصريه وتعاونها مع العديد من الجهات استطاعت ان هي تعيد المواطنين رغم صعوبه الموقف بصعوبه التامين لان المسافات بعيده جدا بين الخرطوم مثلا والمعبر البري، لكن قدرت الدوله انها تحقق الامان تحقق السلامه لمواطنيها رغم ان العديد من الدول زي ما بقول لحضرتك لسه حتى وقتنا هذا لم تفكر او لم تجد الطرق المناسبه من اجل اجلاء رعاياها من السودان. ده دليل ايضا على ان جهات الدوله والاجهزه المعنيه داخل الدوله المصريه قادره على الوصول الى اي نقطه لحمايه المواطن المصري واعادته سالما الى ارض الوطن. استاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام، شكرا جزيلا لك.